وللمزيد ينضم إلينا من رام الله السيد عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمستشار السابق في الحكومة الفلسطينية. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. والخارجية الأمريكية صنفت قطع الكهرباء وعرقلة المساعدات وتنفيذ الهجمات وتشريد الآلاف من جرائم الحرب، كيف ترى الصمت الدولي مع ذلك تجاه القضية الفلسطينية؟ الصمت الدولي مريب جدا، بل هو متواطئ، وأنا أتحدث عن المستوى الرسمي للحكومات والأقطاب الدولية، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في الغرب الأوروبي الرأسمالي وربيبتهم إسرائيل هم الذين يديرون دفة الحرب ويستبحون الدم الفلسطيني والقطاع بكل مقومات الحياة الموجودة فيه، من مستشفيات لمدارس لمراكز إيواء لمساجد لكنائس لبنى تحتية، وتدمير هائل للوحدات السكنية، حيث تجاوز عمليات التدمير الكامل والجزئي 400,000 وحدة سكنية. لكن نجد أنه، أو ربما نتمنى أن يكون هناك تغيرا في المواقف الأمريكية على الأقل في الدوائر يعني السابقة على الرئاسة، يعني أحيلك ربما للمذكرة الداخلية للخارجية الأمريكية والتي وقع عليها 100 موظف وتطالب كبار المسؤولين الأمريكيين بإعادة تقييم سياساتهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. هل برأيك يشير هذا إلى تحول في الرأي العام الأمريكي وبالتالي سينعكس على قرارات الإدارة الأمريكية؟ بالتأكيد هذا مهم وضروري ومفيد، وهناك اتساع في حركة التضامن الشعبي الأمريكي وحتى في أوساط النخب وموظفو الخارجية الأمريكية. منذ البدايات الحرب سجل أكثر من 400 موظف تحفظهم على السياسة التي تنتهجها إدارة بايدن، وأرسلوا رسالة لوزير خارجيتهم بلينكين وكذلك للبيت الأبيض ولكل أركان صانع القرار في الإدارة الأمريكية، وطالبوهم بإعادة النظر في السياسات اللا مشروعة واللا منطقية والمتنافية مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن كل هذا على أهميته لم يشكل حتى الآن ضابط أو رادع للإدارة الأمريكية وللدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوساط الغرب الأوروبي، لأنهم ما زالوا حتى الآن هم الذين يديرون دفة الحرب واستباحة المواطنين. وهناك كما يقول أبناء شعبنا وشاهدوهم بأم العين جنود وضباط أمريكيون هم الموجودون على الأرض في أوساط القطاع وعلى ظهور الدبابات الأمريكية الموجودة في محافظات القطاع وتحديدا في مدينة غزة وفي شمال غزة وفي الجنوب في مفترق نسرين وعلى شاطئ البحر في شارع الرشيد. وبالتالي المشكلة ليست في الشارع الأمريكي ولا في الموظفون الذين باتوا يدركون أخطار السياسة التي تنتهجها إدارة الرئيس بايدن. يعني هل تقصد بكلامك سيد عمر أن الولايات المتحدة منخرطة بالفعل في الحرب الجارية على الأرض وربما يصعب أن تنسحب الآن؟ هل هذا ما تعنيه؟ هي ليست منخرطة، هي التي تدير دفة الحرب، هي التي تقود دفة الحرب. لو لم تكن كذلك كان على الولايات المتحدة الأمريكية فورا أن تعمل على وقف الحرب فورا ودون قيد أو شرط،
وأن تعمل على حماية المواطنين، وأن ترفع الحصار عن محافظات الجنوب والشمال الفلسطيني، وأن ترفض تهجير المواطنين وعمليات التطهير العرقي، وأن تؤمن ممرات المساعدات الإنسانية بشكل متسارع وقوي وبما يخدم مصالح الناس، وكانت تستطيع أن تؤمن وصول الوقود وتأمين الكهرباء والماء للمستشفيات وللمواطنين الفلسطينيين المحاصرين والذين يرفعوا أصواتهم استغاثة من للصليب الأحمر ولكل المؤسسات الدولية. لكن الخطاب المعلن للولايات المتحدة أنها تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، لكن ما يبدو للمتابعين أن إسرائيل لا تعبأ بهذه المطالبات، فما الذي يحدث هنا في الكواليس؟ يا سيدتي، الولايات المتحدة تذر الرماد في عيون الشعب الفلسطيني وأوساط الشعوب العربية والرأي العام العالمي. هي تملك القرار، هي صاحبة القرار. إسرائيل أداة من أدوات أمريكا، إسرائيل أداة وظيفية، وهي أمريكا التي تقود وصاحبة القرار ولديها كل أوراق القوة التي تستطيع من خلالها أن تقول لنتنياهو قف. أنت تعلمين وسمعت عن ذلك منذ اللحظة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وإسرائيل تصرخ، الدولة المختنقة بترسانة الأسلحة وبكل مقومات الإبادة، أسلحة دمار شامل على أسلحة كلاسيكية، على طيران، على زوارق، على غواصات، على كل ما يخطر في البال من أسلحة عسكرية، قبة حديدية ومقلاع داود وغيره. هذه الدولة من اللحظة الأولى بدأت تصرخ ارسلوا لنا أسلحة، وبدأ الجسر الجوي الأمريكي، وجاءت حاملات الطائرات، وجاءت البوارج الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية والإيطالية. ما الذي تستفيده الولايات المتحدة من تأجيج هذا الصراع؟ يعني لو كان مثلا أن يكون لها موطئ قدم في المنطقة، فهي بالفعل متواجدة في المنطقة ومن خلال يعني دول عديدة. أنت تعلمي أن المخطط الأمريكي هو بإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يستجيب لمصالحها في ظل الصراع القائم مع الأقطاب الدولية في إعادة تقسيم النفوذ داخل هذا العالم الجديد، عالم متعدد الأقطاب. وبالتالي الولايات المتحدة لها مصلحة في فناء، وأيضا هناك في، وأنا ذكرت على شاشتكم المحترمة أن الخطر الذي الداهم الذي يجري على الشعب العربي الفلسطيني يتهدد الشقيقة مصر ويتهدد الشقيقة الأردن وكل دولة عربية من الدول الشقيقة وحتى الدول الإسلامية في الإقليم، يتهددها الخطر الأمريكي الإسرائيلي الغربي الأوروبي، لأن هدفهم إقامة فتح قناة بن غوريون التي ستأتي كمنافس وبديل لقناة السويس. بالتالي شرقهم الأوسط والطريق الذي تحدثوا عنه فيما سبق كرديف وموازي لخط الطريق والحزام الصيني هو استهداف واضح لإعادة تشكل المنظومة الدولية بما في ذلك الشرق الأوسط وفق مشيئتها ورؤيتها، وبما يضمن تسيد إسرائيل على هذا الإقليم وعلى حساب الأشقاء العرب والمشاريع القومية الأخرى التركي والإيراني، رغم علاقاتهم الموجودة والمفتوحة مع أمريكا ومع الدول الغرب الأوروب. نعم، حتى ولو كان هذا هو الهدف الغير معلن للولايات المتحدة من هذه الحرب، فإنها يعني وكما يقولون هم هذه الحرب ستنتج أجيالا من الشباب بعد سنوات قانتين على الولايات المتحدة والغرب وعلى إسرائيل،
ولن يقضوا على فكرة المقاومة، لأن هول ما يحدث الآن يعني لا يمكن أن يتجاوزه هذا الجيل. فيعني الرؤية تبدو مشوشة بعض الشيء، أو ربما الوسيلة ليست المثلى لتحقيق هذه الأهداف الغير معلنة. ألا تتفق معي في ذلك؟ أمريكا كإمبراطورية قابضة حتى اللحظة السياسية الراهنة التي نعيشها على القرار السياسي العالمي، لا تأبه، لم تعد ترى هناك غطرسة، هناك فجور في قيادة العالم، لا تأبه بصدى صوت الناس الموجوعة والمألومة والمنكوبة والمدماء في شوارع غزة وفي العالم العربي وفي دول العالم الثالث. بالتالي أمريكا لا تفكر بذلك، مع أن الحقائق تقول أي إنسان يملك رؤية بالحد الأدنى يدرك أن ما تقوم به أمريكا والغرب الأوروبي ودولتهم اللقيطة إسرائيل المهزومة، يعلم أن هذا الشعب العربي الفلسطيني الذي يقاتل ويدافع عن ذاته وعن مصالحه وعن حق تقرير مصيره وعن مشروعه الوطني وثوابته الوطنية منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن لم يتوقف عن الدفاع عن ذاته، ثورة والثورة دفاعا عن الحقوق والثوابت والبقاء والاستمرار والتخندق في الأرض الفلسطينية. وما حصل بال 48 لن يحصل اليوم في 23. بالتالي هذا العالم المتغطرس المجنون بعظمة القوة لا يأبه لصوت العقل ويفكر بمنطقه برؤيته بعصاه الغليظة التي يلقيها حمم من القنابل من النابالم ومن الفسفور الأبيض ومن القنابل بآلاف الأطنان. يطلب بايدن والإدارة الأمريكية بدل ما تستخدمه من القيادات الإسرائيلية وهم الذين يستخدموه قنابل 1000 طن، استخدموا يعني 250 جزؤوها. أنت عندما تسمعي مثل هذا الحديث ومثل هذه المواقف تبكي من 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 الغطرسة ومن اللا منطق واللا معقول، لأن هذه الإدارة وهذا الغرب المجنون المسكون بالاستعمار وبالنهب ثروات الشعوب وتفكيكها وتدميرها وتجزئتها إلى هويات جهوية ومناطقية لا يفكر إلا بمصالحه بالربح الاحتكاري، لا يفكر بشيء. هذا هو الأساس والعنوان لشركاته ولكارتلاته ومشاريعه التدميرية في الإقليم وفي كل الدول في كل دول العالم. سيد عمر، طبعا يؤسفنا كل ما يحدث وفي الحقيقة يدمي قلوبنا هذه المشاهد، لكن يبدو أنه مع الارتباك الحاصل في المشهد العسكري الإسرائيلي وأيضا التخبط في الإدارة الإسرائيلية وأيضا الإدارة الأمريكية، يكثر الحديث هذه الأيام عن سيناريو اليوم التالي. وطبعا من ضمن السيناريوهات المطروحة هي أن تتولى السلطة الفلسطينية زمام الأمور في غزة. برأيك هل الأمور مناسبة لأن يتم ذلك بعد انتهاء الحرب إن شاء الله؟ انتبه، هناك حتى الآن ما يزيد على 15 مقترح إسرائيلي أمريكي. هناك حالة من التخبط، هناك عدم وضوح، لا يوجد في إسرائيل حتى الآن في المستويين السياسي والعسكري الأمني لا يوجد قدرة على الخروج من هول ما أصابهم في 7 أكتوبر، لا يوجد تمالك للذات، لا يوجد لديهم رؤية،
لا يوجد لديهم موقف. مرة يريد تدمير أذرع المقاومة، مرة يريد نزع الأسلحة، مرة يريد كما قال المتحدث العسكري باسمهم أننا نريد فقط أن نكوي الوعي الشعب الفلسطيني حتى لا يكرر ذلك، مرة يريد الإفراج عن الأسرى، مرة يريد إنشاء إدارة مؤقتة، مرة إدارة مدنية وسيطرة أمنية في إسرائيلية. وحدثي ولا حرج عن كم المشاريع المطروحة، وهذا دليل على التخبط والفوضى. وبالمناسبة هذا التخبط هو تخبط ليس فقط إسرائيلي، وإنما سادتهم في واشنطن في البيت الأسود هم أيضا ليس لديهم رؤية، يتحدثون لكن عن خيار لكن هل السلطة الفلسطينية برأيك مستعدة ومهيئة لتولي زمام الأمور في غزة؟ سيدتي السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير ممثلة بشخص الأخ الرئيس محمود عباس قالت منذ اللحظة الأولى، لنفكر باليوم، اليوم الآن نريد وقف الحرب فورا، نريد الحماية الدولية لأبناء شعبنا، نريد رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية ووقف التهجير ووصول الوقود والماء والغذاء وكل مقومات الحياة لأبناء شعبنا المحاصرين والمكلومين والمنكوبين بأمريكا وبإسرائيل وبالغرب الأوروبي، ومن ثم نذهب إلى الحل السياسي، إلى مؤتمر دولي عاجل وفوري لتطبيق خيار حل الدولتين، لا سيما وأن هناك كم هائل من الحوارات والمفاوضات جرت حول هذا الموضوع، وهناك قرارات الشرعية الدولية وتحديدا القرار 3-2-3-3-4 الصادر عن مجلس الأمن في 23 ديسمبر كانون أول 2016 عشية رحيل إدارة أوباما. وبالتالي المشكلة ليست في اليوم الثاني، هذه إرادة الشعب العربي الفلسطيني، الشعب العربي الفلسطيني وقيادته الممثلة بمنظمة التحرير هي من يقرر من يكون في القطاع، وهي هي صاحبة الولاية عن القطاع وعن الضفة وعن القدس العاصمة الأبدية وعن كل الشعب العربي الفلسطيني في مختلف تجمعاته. وبالتالي السلطة هي المؤهلة وهي القادرة أن تعود وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل سياسي كامل وشامل يضمن استقرار المنطقة وعودتها وحل كافة المسائل وفقا لقرارات الشرعية الدولية. شكرا جزيلا لوجودك معنا من رام الله السيد عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير والمستشار السابق في الحكومة الفلسطينية.